هذه إحدى الأكواخ الحديثة في منتجع هارس ناتور في العتيب في قرية هاليزور. أكواخ خشبية، لكن هنا تم بناء بعض الأكواخ من الحجر. سأصور الكوخ من الداخل وشاهدوا الإطلالة الرائعة على وادي بورودا. هنا طبعا راح يكون بعد سياج ما مكتمل، وادي عميق جدا. هذا داخل الكوخ، هنا الحمام، وهذا الوادي. الوادي عمقه تقريبا 600 متر هنا في المنطقة، وهذه غرفة النوم. سوف لن أصف لكم الطبيعة ولا الشعور والإحساس والمتعة اللي راح تطلقه خلال إقامتك في هذا الكوخ الرائع.